مستمرة في المعركة ديالها، سواء في هذه الملفات ديال التطهير ولا الملفات الأخرى، وهذا اللقاء التواصلي باش نزيد نوسعوا النقاش، باش نسمعوا المقترحات ديال الإخوان والمقترحات ديال المواطنين اللي مخالطين معنا في هذا الفعل هذا، وغادي نفتحوا إن شاء الله تعالى المداخلات الإخوان. إذا كان شي أخ مسيحي لك عنده شي إضافة يعني أنا ربما تغافلت عليها ولا ما ذكرتهاش يتفضل بها، والمجال مفتوح للإخوان في هذا المفهوم. وشكرا. عفوا محامي نزيه بركان من هودنا عنده اليوم كان خارج سميتو بركان، تعذر عليه باش أنه يلتحق في الوقت، وجينا راجعين أنا وابن عيسى ودرنا على أساس أننا غادي نوليو عنده في هذا الأسبوع. وشكرا. طيب تخلفت على هذه المواعيد ديال اللقاءات ديالها، حنا مشينا منذ اللقاء الاول حتى الاخر قلنا حتى لهذه اللحظه هذه، فاحنا استنفدنا الامور ديالنا يعني في هذه الفتره هذه التنسيقيه كانت قررت باش ما غادي تاخذ حتى شي شكل احتجاجي وما غادي دير حتى شي خطوه على ارض الواقع باش ما تقراش قراءات اخرى، يعني بدينا حسنيه غادي يقولوا ايوا واش هذه المساله فيها حسنيه، لا ولكن كتقتضي المسؤوليه كتقتضي اننا نعبروا على واحد المستوى لائق، يعني ما غاديش نبقاو نمشيو بين قوسين نديروا تصرفات اللي ماشي هي هذيك. طيب هذا هو الجانب علاش التنسيقيه، ولكن في هذه الفتره هذه ما كناش غير ناعسين، كنا كنقوموا بخطوات اخرى، لان كنا كما قال السحيه غفلنا ذاك الجانب القضائي، هما كيمشيو وكيستشروا وكيديروا امور وكيجتهدوا كذا، ولكن حنايا كنا مغيبينه، دابا راه حنا استحضرناه ولكن غادي يمشي بالموازات مع ما هو ميداني، بمعنى ما غاديش وحتى ان استدعينا للحوار مره اخرى فاحنا غادي ننزلوا الشارع وغادي نتحاوروا، ما غاديش نديروا هذيك القضيه ديال وحنا معكم في الحوار، لان هما كانوا كيربحوا غير الوقت، كما قال واحد الاخ في الجمع اللي داز عندهم مشكل ديال 2011 خصهم يساليوه لان جايه 2013، عندهم المشكل ديال الاندماج اللي كاين ما بين المكتب الوطني للكهرباء وكاين ديال الماء الصالح للشرب، كاين الفاتوره ديال شهر 10 اللي هي ديال الصيف كتجي سخونه، عندهم بزاف ديال الاكراهات، لذلك هما كيسابقوا الوقت وكيحاولوا يربحوا الوقت، فاحنا ماشي غادي نقولوا حنا لا راهم ضحكوا علينا، لا المسائل حنا الملف كنعرفوه، راه واخا كنا نمشيو نريحوا في دارنا في ديورنا راه غادي يبقى هذا الملف باش يسويوه خصهم واحد الوقت، يعني حتى المسؤول المحلي الطريقه اللي كيديرها ويدور على الديور ويقرقب وكذا راه خصو عاود يدير واحد الدوره كبيره على واحد المجموعه ديال الاخوان اللي مقاطعين الفاتوره الاولى والثانيه والثالثه في 2012، لذلك حنا غاديين معاهم غير التنسيقيه دابا ملي استنفدت هذه المسائل هذه راه غادي تدخل في مجموعه ديال الاشكال بطبيعه الحال بالاستشاره مع الاخوان والفعاليات والفاعلين والمناضلين الشرفاء. وشكرا. يعني خرجوا كما كيقولوا يعني حتى ديك الاتفاقيه اللي كانت اللي كانوا هما تكلموا عليها على اساس انه يشوفوا شي حوار جاد ومسؤول وما غاديش يحيدوا العدادات للمواطنين، واذا به اذا به الان كيفاجئنا بانه كنقولوها يعني بكل صراحه كيمشي كيسرق هذوك العدادات بشي طريقه يعني ديال ماشي واحد مسؤول وعندهم موظفين في واحد الاطار يعني قانوني وكذا، من كيجي شي حوايج يعني ديال العصابات وماشي حتى شي سرقه، هذه سرقه يعني تحشم تقول سرقه ولا التنسيقيات على الفشل ديالها جبايان وتخلي المسائل يعني واضحه هكا، هذا هو المفهوم اللي بغينا نوصلو الواقع هي. وتحية خاصة للعدد المحدود ديال إخوانكم في التنسيقية اللي بدلوا واحد المجهود ماشي عادي. بون أنا غادي نكون جد مختصر وغادي نعطي مقترح. كما قال الأخ محمدين التنسيقية دارت عمل كبير، مجهود جبار في وسائل اشتغال يعني اختلفت حسب الظروف، دارت وقفات دارت مسيرات، ولكن إلا درنا تقييم موضوعي وبالعقل بعيد عن العاطفة والمزاجية نقولوا بأن النتائج ماشي النتائج اللي كانت تنتظرها الساكنة ولا كنا ننتظروها احنا، وبالتالي المجلس البلدي داير لامان لوفي داير رفع اليد بحال ما مسوخش كاع بالرغم من أنه كيتحمل مسؤولية كبيرة، الباشا يكاد يكون مسؤول لا يحرك ساكن، يعني ما ننتظروش من الباشا غادي يدير شي مبادرة ولا يضغط ولا يمارس السلطات ديالو بحكم التجربة، وبالتالي أنا أقترح أن المعركة تنقل على المستوى الإقليمي، بمعنى أوضح أنا كنقترح الشكل يمكن نناقشوه، أنا كنقترح اعتصام ديال اليوم ولا وقفة
عند العمالة. لماذا؟ الإخوة اللي داروا لقاء مع العامل، العامل اقترح الحل هذا المشكل باش تشكل لجنة محلية، ما دارش هذا الشيء، شكون اللي يتحمل المسؤولية؟ وبالتالي أنا كنقول العامل خصو يتورط في هذا المشكل، لأن هذا مشكل ماشي عادي، ماشي ديال واحد ولا جوج، هذا مشكل ديال ساكنة ويتعلق بمادة حيوية اللي هي الماء. وبالتالي أنا كنقترح أن يدار شكل نضالي اللي الإخوان يبتوا فيه. الإخوة كانت عندهم مجموعة ديال الاقتراحات وكأن الأمر كيتعلق بها، أنا كنشوف الأمر ما كيتعلقش بالفشل ديال هذا النضال من نجاحه، لا يتعلق بالتنسيقية وإنما يتعلق على الساكنة، بمعنى أنه ينبغي المراهنة على الساكنة. فالسي محمدي كيقول بأنما لقد أخطأنا الطريق، في عوض أن نتجه نحو البلدية اتجهنا نحو المكتب الوطني. لما أعتقد أن المسألة هذه ما عندهاش أهمية كبيرة، باعتبار أن المشكل ماشي مشكل فين اتجه، من اتجه، الحجم ديال النضال كيفاش كان، واش الساكنة كانت في الموعد ولا ما كانتش في الموعد، هذا هو المشكل المطروح. لنفرض أنه مثلا كانت الساكنة في الموعد ومشينا للونيب، واش زعما هذا راه أنا لا أميز، أكاد لا أميز بين البلدية والبشوية ولونيب والعمالة، أنا كنشوف كلهم مخزن. ندرك حجم المعركة، المعركة كبيرة وكبيرة جدا، تحتاج نضال جبار، بمعنى أنه إذا كنا نراهن على الوقفة ولا مسيرة عادية وكذا، الملف راه كبير الخوت. لذا إما أن نكون أو لا نكون، إذا كاين شي شكل نضالي يناسب حجم القضية فبها ونعمت، وإلا التنسيقية كي الأخ قال وإلا فاش هضرت على التنسيقية والنقاش مع الجماهير تمشي تقول له واه واه ما تخلصش ما غاديش يخلص، ولكن واش عنده؟ ماشي كنهضر أنا على واش واعي بالعمل المؤسسات في المغرب؟ واش واعي بالنظام السياسي والطبيعة تاعو كيفاش دايرة في المغرب؟ راه إلا ما كانش أنا راه نقولها لكم هكا، إلا ما كنتش كتحقد أشد الحقد على هاد الناس اللي كياكلونا في رزقنا، راه ما غاديش تناضل حتى تحقد عليهم. فيما يخص المقترح نتاعي، ربما كنشوف مقترح ملائم اللي تطرح، زائد يتحول كما قال قبيله السي عبد النبيل، تحول المعركه على المستوى الاقليمي، ولكن ما غاديش جا الوقت باش نتصدفو ونتكاتفو بيناتنا والترابط بيناتنا، وغادي راه امبوسيبل غادي يخليك تزيد الهيئه على القرويه، هذه راه خصنا، ولكن غادي يكون شكل ضاغط بامتياز بمجرد الاعلان تاعك عليه، اننا نتصدفو شي نهار من هنا ونشدو الطريق الناظور، غير تضرب شي خطوات ولا غادي يوقفك نزل للحيوان. وكانت هو خص تقبضو الاشكال الاحتجاجيه واشكال كذا، وكما قال السي حيان يمكن كاين دوره في اكتوبر خص يوقع لهم شي انزال تمايا، وخص ديك الدوره بحال يعني تطرح المشكل فيها. مسألة تصعيد او شكل نضالي واحتجاجي خاصة اذا كان محلي ولا شي مسيرة ولا، انا كنقترح ان الناس خايفة غير على كونتور، ما بالك ان يضحي معك بحوايج اخرى. الامر الوحيد اللي يبقى هو اننا نعتمدوا على اشكال نضاليه اللي تكون نوعيه وما تكثرهاش على الكم، لان الكم غير وارد بالبتي والمطلق. وكنجينا يعني نشوفوا المسار نتاعها، يعني خص التنسيقيه بعدا كنشكرهم، لان ماشي كلشي كنضحي، وانما ناس اللي ضحاو يعني ضحاو بشكل كبير ووقفوا التنسيقيه وكتستنزف منهم جهد كبير، ربما كاين اللي يدير ثلاثه الاجتماعات في الاسبوع ولا اكثر. وبالتالي انه كان ماشي يعني تجي طايحه شويه، اننا نرفعوا الرايه البيضاء ونوضحوا للناس، نقول لهم نتوما ما كنتوش في